نخبة الجزائر العلمية ومنجزاتها العالمية في رحاب الوطن الأم لنقل الخبرة والتجربة للشباب الجزائري. نديروا واحد الجسر بين النخبة الجزائرية موجودة في الخارج والنخبة الجزائرية موجودة هنا في الجزائر. هو النسخة من المحاضرة اللي سميناها The Conference، وين كاين علماء جزائري وين يشاركوا الطلبة، يشاركوا الجامعيين، يساعدوهم في أخذ فهم الأشياء وأخذ القرارات السليمة. صقل مواهب الشباب والدفع بهم للتموقع في سوق العمل العالمية خطوة تستوجب الاحتكاك بمن هم أكثر تجربة وخبرة في مجال المقاولاتية. كان لنا الشرف ان تلاقينا مع شحال من دكتور في مجالات متنوعه اللي كان ديجا كنا نحوسوا عليهم باش نكونوا معاهم دي كونتاكت ونتلاقاو معاهم. اليوم دابري هذا الكونفرنس اللي جبتنا به اليوم عطاونا المجال باش ميم سي نديرو معاهم دي كومونيكاسيون، الحمد لله لقينا تجاوب مليح. بفضل المعلومات التي قدمت اليوم يعني حاولت رسم فكره ولا رسم ابعاد، رسم خطى لاخطوها ان شاء الله واصل الى المبتغى. خلال هذه المحاضره الهدف هو اننا نتمكن من خلق فضاء لتبادل الاراء والافكار حول مستقبل الجزائر فيما يخص هذه المجالات، وكذا الاستفادة من الخبرة الكبيرة لأجليتنا في الخارج. الجزائر الآن تعمل على استحداث مناخ استثماري يمكن الشباب من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.